اللهم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشهر كتب الوالد سوف يضوي الكتاب والسنه، ضمن اراء العلماء المتقدمين والعاصرين على التصوف ذو الرجال وباعتقادات تاليف الوالد سيدي هاشم السي احمد الرفاعي وزيرنا ابو الشيخ الطريق الرفاعي الصوفي. استوقفني هني يقول راي الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول وهذا هو راي الشيخ محمد عبد الوهاب في التصوف الصوفيه وتناول عليهم كما جاء في القسم الثالث مؤلفات الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جزء فتاوى ورسائل في الصفحه 37 المساله الخامسه. لحظه شباب معي، وسئل رحمه الله عن مسائل مفيده فاجاب اعلم ارشدك الله ان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وآل بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العلم الصالح. فاذا كان من ينتسب الى الذين منهم من يتعانى بالعلم يعني يعتني بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، منهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين الفقه والتصوف. كان الواد يقول الجنيد البغدادي شيخ الفقهاء والصوفية، هكذا يثبت الشيخ محمد العلماء أن الصوفية سندهم هو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإليه ينتسبون. وجاء أيضا في ملحق المصنفات هذه مسائل في صفحة 124 قوله: ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يوصون كثيرا بمتابعة العلم، قال بعضهم ما ترك شيئا من السنة إلا